أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي بوجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه. وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري، وما دام على حق ما خافش ده مبدأ عايشة عليه. أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي في وجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه. وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري، وما دام على حق ما خافش ده مبدأ عايشة.